مع التطور التكنولوجي كل يوم لدينا خبر جديد، والمنافسة بين المنصات والتطبيقات تخلق فرص جديدة وأفكار قد تكون الحل للتطور الذاتي. من هنا تطبيق ديولينجو استحدث خاصية جديدة، خلونا نتابع. للأطفال أيضاً دور ومكان في عالم التكنولوجيا، والحقيقة أنهم فرضوا أنفسهم في هذا العالم بقوة. كثيرون يعارضون وجود الأطفال في العالم الرقمي، لكن الذي يخفى ربما على المعارضين هو أن هذه الفئة تنشط كثيراً على منصات التواصل الاجتماعي. صرخات كثيرة تعالت لمنع الأطفال من استخدام هذه الوسائل خوفاً على التأثير السلبي عليهم، وهناك بعض المنصات تدرس إصدار نسخة خاصة بالأطفال كإنستغرام. لكن بطل القصة اليوم هو تطبيق ديولينجو المعروف بتعليم اللغات بشكل تطبيقي، إذ قررت الشركة إطلاق إصدار جديد لتعلم الرياضيات موجه تحديداً للأطفال لمساعدتهم على فهم هذا المجال الصعب بطرق ممتعة وسلسة. كثيرون يجدون مادة الرياضيات صعبة، من هنا قرر القائمون في ديولينجو استهداف الأطفال على المستوى الابتدائي عبر تمارين بسيطة ومسابقات مسلية. الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة قال إن الهدف اليوم ليس فقط تنشئة هذه الأجيال على أسس تعليمية هادفة، بل منافسة المنصات المجانية الأخرى كتيك توك التي تؤثر سلباً على الأطفال. يذكر أن نسخة الرياضيات ستكون مجانية ويتوقع إطلاقها في 2022.